بصراحة أنا مرتبط ببنت وأحبها وايد، متوهق بيني وبينك، عيد ميلادها قرب وما أدري شنو آخذ لها هدية، ما أعرف ذوق البنات. أنت إيش فيك؟ أنت منو؟ أنا رييلها وأبو عيالها. حضرتك منو؟ طليقك هذا صح؟ خالد لو سمحت، خالد لو سمحت روح بينكم. هذا خالد اللي سمعت عنه؟ إيه إيه أنا خالد اللي سمعت عنه وراح تسمع عنه بعد. أنا واقفة مع واحد قاعد أتكلم، ليش مدرعم؟ بدري أنا لما شفتك تصارخين قلت أكيد أكو شيء، ما أدري إيش دراني أنا. وإيش أكو؟ من باجي أهلي رأيلي خطيبي نعم. بدري أنا أحبك. لا أحد راضي يحبني. بس يا حبيبتي خلاص. ترى الناس كلها أبالهم من الرجال بسطرين وأراي، وأنا أصلاً ما حد يبيني. ندمان على الساعة اللي تخلى فيها عنك، والحين عاد جاي بردك. تدرين بعد هذه عشرة عمر مو يوم ولا يومين، ولا ايش رايك؟ زين احسن انك تردين حق بيتك وريلك وعيالك بدل الفضايح بالدوام مثل هوشة امس، عيب كانت يعني. نعم انت ليش داقه؟ احنا على شنو متفقين؟ اصل ولدي بيموت، ولدي بسوي له عملية قلب مفتوح. أبوي قال إنك قاعد تفكرين، بس تكفاني ما ردي. إما إذا رديتي ما راح أذيك كلش، وراح آكل، ما راح تهوش أعذاري كلش. أوه خير خير. وينكم؟ ليش ما تردون علي؟ أيسوى أنا أدق عليكم؟ إيش فيك؟ يما حبيبي، إيش في ريلك؟ ها؟ تعورك؟ ايش فيك؟ ايش صار؟ طالع ريل التلفزيون. حبيبي انت حبيبي يما اسم الله عليك. مشاري ايش فيك؟ ايش فيك بابا؟ فيك شيء؟ طاح على ريل التلفزيون. دقوا علي خبصوني. حسبالي في شيء؟ هم شنو دقوا عليك بعد؟ لا انا كنت اكلمهم اصلا، سمعت صراخ وخفت ويت. خلاص اذا تبي تمين عندهم الليله تباتين عندهم ما في مشكله. انا اليوم انا برا البيت. يا هلا فارس، حياك تفضل. يا هلا فهد. ها بشر، ان شاء الله اللي تمنيته صار. اوه بصراحه صار من ناحيه وما صار من ناحيه ثانيه. شلون يعني؟ شلون؟ فارس انا شغلي بالمحل فادني وايد، يعني قمت اخالط الناس واشتغل وطلعت من اللي انا فيه، وقمت أنتج وأحس إن أنا أقدر أنتج أكثر بعد. الحمد لله رب العالمين، الحين بطلت حبوب الاكتئاب اللي كنت أخذها وصحتي وايد أحسن من قبل. وايد زين. حلو ابتسام صار يا فارس، أنت ما كانت خطتك إن أنا ألتقي ببنت وأحبها وتعطيني أمل بالحياة؟ هي طبعا أنا التقيت بهالبنت وحبيتها، بس مو ابتسام. عيل منو؟ الهام اختها. شلون يعني؟ شلون يعني؟ الهام مرتنا المحل أكثر من مرة وشفتها وانعجبت فيها وهي بعد انعجبت فيني. وبيني وبينك أنا ترى صارحتها بكل شيء. شلون صارحتها بكل شيء؟ يعني درت إني أنا. إيه زين. أنت مو قلت لي إنك انعجبت بابتسام؟ وابتسام خوش بنية؟ هي ابتسام خوش بنية، حبيبة وطيبة وبتناس،
بس ما لقيت نفسي معاها. بس حب حب ما صار إلا مع الهام. وابتسام إيه؟ تحبك؟ إيه بس أنا قلت لها إن أنا أحب واحدة ثانية غيرها. بس يمكن أنا شوي غلطان ليش إن أنا تأخرت. وتدري إنك تحب أختها؟ لا طبعاً لا هي ما تدري. تدري أنت إيش سويت؟ أنت دمرت كل شيء. ألو خير؟ صاير؟ تولدين؟ يلا كان جاي لك جاي لك. مع السلامة مع السلامة. الحين مو وقته. مرتب تولد بعدين بتفاهم معك. زين فارس الله يخليك. فارس شنو يمه؟ ما تقولي لي وياي بتني؟ ايش هالمكان هذا؟ الناس تروح المجمعات تتسوق وانتي جاي بتني هني؟ يمه المجمعات غاليه، هذا المحل وايد رخيص، انت بس سمعيني تعالي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لك العافيه. عافيك، هلا بالانسه. صحتك بخير ان شاء الله. امري بتدللي؟ تبين شيء لك ولا الحجيه؟ ليانه. تامرين امر من عيون الثنتين، حاضر. شوف القطعة هذه، هذه القطعة توه واصلت لنا. شوف شلون قايلة، شيء مرتب ونظيف. شوف خامتها. إيه حلو بس هلا ضيج، أنا ما ألبس شيء ضيج. وليش تلبسين واسع؟ ما شاء الله عليك أنت رشيقة. والقطعة هذه راكبة عليك 100%. شوفيها عيني. آخذها كم هي؟ هذه ب50 إيه؟ وبعد الخصم لك 25. تستاهلينها. النص يعني؟ النص. إيه آخذها. بس ده. قلت لك اسعارهم زينه وحلوه حلوه اسعارهم. بعد ما تبي شيء ثاني؟ لا تفضل. 25؟ ايه حلوه اسعاركم. الله يسلمك. مشكور. عفوا. يا اذا جبتوا شيء جديد ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. اكيد اكيد. حياكم الله حياكم الله. نورت المحل. Someone delivered your daughter to the desk downstairs.
صباح الخير. هلا حبيبتي، صباح النور. أقول شريفة. هلا حبيبتي. إيش صار على حسن ولد روان؟ لا الحمد لله سوى العملية ونجحت، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وأنت صار عليك؟ أبد والله. حددنا موعد الملكه يوم السبت. خوش خوش، الحمد لله رب العالمين. وليش مو مستانسة؟ لا عادي مستانسة. أهم شيء اليهال مستانسين. لا تحاتين حبيبتي. إن شاء الله بيستانسون وبترجعون مثل الأول وأحسن، لا تحاتين يمه. إن شاء يلا شوي. هلا يماي. كاني بالعلاقة انا خلص وياك، انت خلصتي؟ زين زين زين، ايش فيك تصرخين؟ حسستيني انت بتملكي مو انا. كاني اخلص ويانا. يلا يلا، ان شاء الله ان شاء الله. يلا باي باي. شنو هو بيسوي زواج مو انا؟ تفضل. نعم فضلك، عشت. يا بنتي يا بدرية، عندك شروط يبا؟ ها يا ولدي يا فواز، لك شيء؟ إي الله يسلمك. ترى الشروط أنا كاتبهم، بس يا ريت تحط لهم بالعقد.
يبا شروط وبورقة بعد. ما علينا انت، خلنا نسمع الشروط. اي نعم، الريال عنده 4 شروط. الشرط الاول ما يبيش تشتغلين ويبيش تتفرقين شغل البيت، والشرط الثاني منع استخدام الهاتف ودخول الانترنت عبر كل الأجهزة ومنع استخدام جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والشرط الثالث ما يبيش تطلعين من البيت إلا بإذنه، وإن طلعت من البيت تعتبرين طالق، والشرط الرابع ترى يسحب السيارة منك إذا طلعتي بدون علمه. ما عليه بنيتي، ولدي انضحك عليه مرة علشان بدرية ما تطيح بنفس الغلط. هذا مو عقد زواج، هذا عقد عبودية. صباح الخير خالد، داوم بروحك اليوم. نسيت ان بدريه بشهر العسل وما يندر امه ترد، واذا ردت اكيد تكون مشتاقه حق عيالها. صباح الخير. هلا صباح النور. صباح الخير بدريه، ليش مداومه؟ مو قلتي انت مو؟ لا انا ما تزوجت. فوازية ومعاه الملاك ولستة شروط وانا رفضت. تعففي من ركبت السيارة؟ صار على أمي، مو قالت بترد؟ غيرت رأيها، شو أسوي يعني؟ زين وليش؟ سليني أنا، سلي أمك. زين يلا يبا دوس، تأخرت. كها وصلنا، شو فيش تحنين؟ ها؟ مطيري يعني ولا شنو؟ يلا روح يلا. وأنت اللي تيجي قدام يعني، برونا متأخرين، خليك ورا. اللي تيجي قدام يعني ما ترتاح؟ والله العظيم شوفنا متأخرين. تلشت فيكم أنا والله تلشت فيكم. الو، هلا. اوكي اوكي ان شاء الله، مسافه الطريق بس. يلا يلا يا يا مسافه الطريق. ها باي. Thank you.
نعم خير. انت غبي، شلون تتفلسف وتشرط عليها مثل هذه الشروط؟ شفت شلون هذه هي رفضت؟ هذه الشروط اللي انت شارطها الحين ردت مثل اول واكثر بعد. انت ايش فيك مو صاحيه؟ قبل كنت تحنين تقولي طلقها والحين تبيني اردها، ايش فيك انت؟ اصبر شوي عليها، انت تزوجها ورجعها لك وبعدين اشرط عليها مثل ما تبي، مو تقعد تتفلسف. مو شغلك ها؟ توكل على الله، يلا ماني فاضي لك فارجي، انا بروح بعيالي ماني فاضي لك. تعال اقعد بس، تعال اقعد. اقعد. انا احب خالد. شلون يعني الحين حبيتي خالد ولا من الاول تحبينه؟ ما فهمت. انا ما سبق لي زواج، وصلت العمر هذا وما تزوجت. وانا صراحه لقيت الشخص اللي انا احبه وما بي بدريه تاخذه مني. وانت ايش دريت ان بدريه رفضت انها ترد لي عشان خالد؟ كله قاعدين مع بعض يتهامسون ويتغامزون، وكله اشوفهم راس براس بعض. ترى انت معاك حق كل الشروط اللي شرطها على بدريه وهي تستاهلها، عشان كذي ابيك تساعدني. انت المشكله ما تعرفين بدريه. بدريه شخصيتها وايد قويه، مستحيل نقص عليها بكلمه ولا كلمتين. عشان كذي كنت بحط كل هالشروط بالعقد، ندينا بعدين لو بي اقول لها اللي انا ابي ما راح تسوي. ترى كل الكلام هذا اللي نقول له ما منه فايده الحين. انت اذا تبي بدريه ترجع لك لازم تساعدني، وانا بصراحه ابي خالد، علشان كذي لازم نوقف مع بعض علشان انت ترجع لك بدريه ويكون خالد لي انا. ساعدني ساعدني ووقف معاي بهالموضوع. ماشي يا غصون، بساعدك. أنا ما أبي منك أكثر من كذي. أرجوك أرجوك فواز، رجع بدرية عشان خاطري، رجع بدرية. حياك يا عمري. حياك حبيبتي. شلونك حبيبتي؟ الحمد لله طيب. تفضل سامحيني والله. لا مسموح، اصلا ليش كلفتي على نفسك؟ يا بعد عمري احنا كم حسن عندنا، طمنيني عنه شلونه؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احسن، بس ما اخذ الدواء مريح نايم. الحمد لله رب العالمين، الله يشافي ويعافي. امين يا رب. شافي جميع امه محمد حبيبتي. حياك الله البيت بيتك. تفضلي، عسى بيت عامر ان شاء الله بسلامتكم. يا رب بوجودكم يا رب. أم فيصل يارتي. هلا هلا. أم عبد الله زميلتي بالعمل. مثلك الشرواج حلونة وطيبة. حبيبتي عليك زود والله. يا عمري حياك. تفضلي تفضلي. زود فضلك. وبدري يسلم عليك. الله يسلمها. ووصتني أوصل لك اعتذارها وتقول سامحي هي ما تقدر تي، وهذه هدية حق حسن. ما قصرت حبيبتي بدرية. لا والله معذورة، أدري لا هي مع عيالها حبيبتي. ترى بدرية ما ردت حق ريلها. ليش؟ بصراحة أنا مرتبط ببنت وأحبها وايد، متوهق بيني وبينك، عيد ميلادها قرب وما أدري شنو آخذ لها هدية، ما أعرف ذوق البنات. عاد أهم شيء آخذ لها شيء رخيص وتفرح فيه. شنو؟ لا تصيرين مجنونة. ايش فيك؟ السالفة مو سالفة فقير وغني، السالفة ان فهد قالك انه هو يحب واحدة ثانية. خلاص لا تدلي روحك عشانه، بس تركي حقك حبيبتي. عذاري بعطيني تليفونك شوية. هلا عذورة، هذا أنت؟ إيه أنا.
بس حبيت اوريك شلون عيالك كانوا مستانسين وناطرينك، ناطرين امهم ترجع البيت. بس للاسف انت واحده ما تفكر الا بنفسها وبس، ما تفكر ببيتها وعيالها. شوفي شوفي الزينه اللي حاطينها وناطرينك، شوفي شوفي شوف شلون كانوا مستانسين وحين شلون ضايق اخوكم. شوفي انا ما بغيت يا فواز، انت مفهمهم كذي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اعطني اياهم حاجيم، اعطني اياهم. اوكي هاك كلم امك. يما مبارك حبيبي، انت ريال، ما يصير. ماما ما قدرت ترجع، بس انا والله العظيم احبكم واموت عليكم بعد. يما ليش ما رديتي؟ احنا كنا وايد مستانسين. انا اذا شفتكم اشرح لكم وافهمكم يما، بس ديروا بالكم على بعض، وبالذات مشاري الله يخليكم، ديروا بالكم عليه ان شاء الله. شفتوا هذه امكم ما تبي ترجع. السلام عليكم. عليكم السلام. هوش فيك مكتئبة؟ ماكو شيء. اليوم بعد ما جاء؟ لا. انزين اقول لك، تدرين ان مرت فارس ولدت؟ لا. زين على البركة. زين ما راح تروحين تباركين لها؟ بعدين بعدين. وش فيك؟ Darling, dear Bart, how are you? I have a big problem. I will need your help. I need an information about someone called Nasser Jassim. I will send you all details, don't worry. I need to know if he has a family in Kuwait, like wife and son. I'm so sorry for disturbing you, but I really need to know this information, very urgent. Thank you, darling. زين زين يما.
شو مو صاير؟ تعالي تعالي شوف عيوني. شو هذا؟ ليش كذي عيوني سوداء؟ ما ادري صايره ما احس فيها. شو هذا؟ هذه صايره سوداء حيل، الدكتور مو قال تديري بالك عليها. ايش اسوي بعدك؟ لا انفل دلاغ على طول، حتى حق الوضع ما فسخه. قلت شنو هذا؟ خلاص باكر اوديك الطبيب، اوديك امري لله. احنا نحتاج نعمل لك بتر للاصابع قبل ما تتنقل للصب، ويا ريت ما تمشيش على رجليك. انت ايش قاعده تقولين؟ ايش قاعده تقولين؟ حرام عليك. حرام عليكي انت اللي قاعده تحمليه في نفسك، ده معدلات السكر في العالي. يا ريت بجد تسمعي شويه للنصائح.